اللي في الفيديو دي بسنت شوقي وجوزها الفنان محمد فراج، لكن الفيديو ده في حاجة غريبة ممكن ما تلاحظهاش من أول مرة، بس لو عدت الفيديو وركزت على ملامح بسنت شوقي هتاخد بالك. الفيديو ده من العرض الخاص لفيلم خمس جولات، واللي بتشارك فيه داليا أخت بسنت شوقي، وطبعاً بسنت حضرت علشان تدعم أختها. لكن قبل ما يدخلوا العرض الخاص للفيلم حصل موقف غريب بين بسنت شوقي ومحمد فراج، وواضح جداً إن بسنت ما قدرتش تسيطر على ملامح وشها قدام الكاميرات، ورياكشناتها هتخلي يجي في دماغك سؤال مهم وهتسأل نفسك هو إيه اللي حصل بينهم؟ الموضوع بدأ من أول دخولهم العرض الخاص، خصوصاً إن كل واحد فيهم دخل لوحده، وده طبعاً لفت انتباه الصحفيين، وأول سؤال هيجي في دماغ أي حد إزاي متجوزين ومش جايين مع بعض، وكل واحد منهم دخل من باب غير التاني، وتقابلوا جوه كأنهم أغراب لدرجة إنهم ما سلموش على بعض حتى. وبعدها واضح إن حصل بينهم مشكلة، وظهرت تعبيرات بسنت شوقي زي ما واضحة في الفيديو كده، وباين جداً إن محمد فراج بيحاول يراضيها بكل الطرق ويبوس راسها قدام الكاميرات كمان، لكن بسنت ما بصتش في وشه حتى، وكانت متجاهلة تماماً وعمالة تقوله خلاص، وبعدها سابته ومشيت. وواضح كده إن في مشاكل كبيرة بينهم، يعني مثلاً ممكن يكونوا اتخانقوا قبل ما يجوا العرض الخاص زي أي زوجين، وممكن يكون أصلاً في مشاكل ما بينهم من الأول، وجايز برضو شائعات انفصالهم تطلع صح، خصوصاً إن آخر فترة طلع أخبار كتير عن وجود خلافات بين بسنت شوقي ومحمد فراج قربت توصل للانفصال. ووسط كل الإشاعات دي محدش فيهم كان بيطلع يرد لا بالنفي ولا بالتأكيد، لكن من وقت للتاني محمد فراج كان بيتعمد ينزل صورهم سوا على صفحته على إنستجرام علشان ينفي انفصالهم. بس الغريب أصلاً إن إزاي علاقتهم وصلت للحال ده، خصوصاً إن بسنت شوقي ومحمد فراج يعتبروا من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وفضلوا يحبوا بعض 9 سنين، وقصة حبهم كانت مختلفة عن أي حد لدرجة إنهم عملوا 3 أفراح. بسنت شوقي ومحمد فراج اتقابلوا لأول مرة في عيد ميلاد صديق مشترك بينهم في 2013، بس أول لقاء ما كانش ألطف حاجة بينهم، خصوصاً إن بسنت ما حبتش فراج وحسيته رخم، لكن القدر جمعهم مرة تانية في مسلسل تحت السيطرة واللي مثلوا فيه سوا، ومن هنا بدأت فكرة بسنت تتغير عن فراج وأعجبت بيه، وفضلوا يحبوا بعض في السر 6 سنين لحد ما أعلنوا ارتباطهم بشكل رسمي في 2019، وده وقت حضورهم الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة السينمائي، واتجوزوا من حوالي 2 سنين تقريباً، وعملوا بدل الفرح 3. انتوا ايه رأيكم في رد فعل بسنت شوقي؟ وتفتكروا ايه اللي حصل بينهم خلاها تتصرف مع محمد فراج بالشكل ده قدام الكاميرات؟ شاركونا بتوقعاتكم في الكومنتات.